بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله نبدأ إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة بسيطة كده، بديل الكريم علشان نقدر نستعملها لو ما عندناش كريمة. خليكي معايا نشوف هنعملها إزاي بمكونات موجودة في البيت وبسيطة. علشان نعمل الكريمة او بديل الكريمة هنحتاج حوالي نص كوباية حليب، من نص لتلات ارباع كوباية زيت، سكر او ملح حسب الرغبة. لو ملح هيبقى ذرة ملح، لو سكر هيبقى معلقة او معلقة ونص عشان تديها بس طعم. انا بفضل اعملها من الزيت، وممكن تعمليها بنفس المقادير بالزبدة. تسيح الزبدة على النار، بتكون بحرارة الغرفة، ما تبقاش يعني تسيحيها ما تبقاش سخنة، بس تسيح. ونبدأ. هحط مكوناتي في الخلاط اللي هي بس الحليب، وهديله هفتح الخلاط عليه هضربه يعني على سرعة متوسطة، وهنزل بالزيت نقطة نقطة يعني سرسوب صغير كده علشان ياخد مجاله في الضرب ويبقى بقوام غليظ. هننزل كده بالزيت حاجة بسيطة، لو هيكون زبدة هتبقى مسيحاها ومش سخنة، بس انا بفضل الزيت، بيديله لمعة حلوة وبيدي شكل حلو، وطبعا زيت نقي وطعمه حلو، فبيدي كمان طعم حلو. وبتقدري تستعمليه في اي وقت بدون ما يبقى يعني بحطه في الثلاجة واطلعه استعمل منه، مفيش ادنى مشكلة. بديل الكريمة بينفع معانا في حاجات كتير، وانتي مزنوقة بتلاقيه بتعمليه. باخده بسخنه على النار، ما بيسحش، ما بيرجعش تاني زيت وحليب زي يعني اي حاجة، لا فعلا بديل للكريمة، هيعجبك جدا يعني. لو هتستعمليه حادق بتحطي ذره ملح، لو هتستعمليه مسكر بتحطي معلقه او معلقه ونص سكر على الكميه. انا هنا الكميه بتاعتي خدت معايا حوالي 3 ارباع الا حاجه بسيطه زيت. هتطلع معاكي كميه كويسه جدا، تقدري تستعمليها في اي حاجه لو انت محتاجه بديل للكريمه ومش عندك كريمه. عشان تخلي كمان الطعم اغنى او قوي، ممكن تحطي معلقه من قشطه الحليب اللي عندك بتجمعيها لما بتجيبي حليب، او معلقه قشطه جاهزه، بتدي طعم جميل جدا وبتخليها كانها فعلا فعلا كريمه. بقى هي بتقوم مقام الكريمه في كل حاجه يعني، بستعملها في كل حاجه بديل للكريمه، هتعجبك جدا يعني. وخطوة بتوفر عليكي وكمية حلوة، والكمية دي لو اشتريتيها كريمة هتبقى تكاليفها اكتر من كده بكتير، وبنستعملها وقت ما نكون مستعجلين او ما عندناش كريمة. وده شكلها وهي بتضرب، بصي بدأت تاخد القوام اللي انا عايزاه. كل ما عايزاها اتقل بتزودي كمية الزيت او الزبدة. انا هنضف كده مكان الزيت اللي وقع مني، وهوريها لك بعد ما تخلص. خليكي معايا. تمام كده، هشوف القوام اللي انا عايزاه مظبوط ولا هزود تاني. قوامها كده مظبوط، ده القوام اللي انا محتاجاه. لو انت عايزاها اتقل من كده كمان ممكن تزودي عليها شوية زيت كمان، يعني برضو سرسوب صغير زي ما بنقول. انا بستعمل منها، بعمل منها التومية، بعمل منها حاجات كتير جدا بستعملها بدال الكريمة وبدال المايونيز، بستعمل منها حاجات كتير بتنفع جدا وهتعجبك، طعمها جميل جدا. وبفضل كمان استعملها بالزيت اكتر من بالزبدة. لو هتعمليها في حاجة حلوة وهتستعمليها على طول، اعمليها بالزبدة، مش بتلحق تجمد وتبقى يعني شكلها مش بيلمع ولا حاجة لو انتي حابة يعني. لكن انا بفضلها حتى لو في حاجة حلوة بعملها بالزيت، بتبقى جميلة جدا. وده القوام اللي انا محتاجاه النهاردة في الحاجة اللي هعملها. لو عايزاها اتقل زي ما قلنا ممكن تضيفي كمان زيت. انا خدت معايا 3 ارباع الا حاجة بسيطة زيت على نص كوباية الحليب. وده شكلها النهائي الكريمة، تستعمليها في اي حاجة انتي حباها، حلو او حادق.
لو هتعملي كمية خليها بدون لا سكر ولا ملح، واستعمليها كده وانتي اثناء الاستعمال حطي لو انتي محتاجاها مسكرة يبقى بسكر، محتاجاها حادقة يبقى بملح. بشيلها بعد كده، باخدها بستعمل منها اللي انا عايزاه وبحطها في التلاجة. بتاخد في التلاجة حوالي 3 ايام، من 3 ايام لاسبوع، وبستعملها في الفترة دي. بعد كده ما لو انتي مش حابة يعني ما خلصتش معاكي ما تستعمليش الباقي، او تشيليها في الفريزر بعد ما تستعمليها، تاخدي منها وتشيليها في الفريزر، لكن هي ماكسيمم ميعادها اسبوع وبتنتهي صلاحيتها. ودي الكريمة بتاعتنا اللي عملناها بأبسط الإمكانيات الموجودة عندنا في البيت، وهتحل محل حاجات كتير قوي هتستعمليها، وطعمها جميل جدا، وحاجة اقتصادية على قد الإيد. يا رب اكون قدرت اوصلك الفكره النهارده. فكره بسيطه، عملنا مع بعض الكريمه بحاجات موجوده عندنا في البيت. لو انت هتشتريها هتشتري الكميه دي بقد كده من بره، احنا عملناها في البيت بكوبايه زيت الا حاجه بسيطه، يعني كمان باقل من كوبايه 3 ارباع الا حاجه بسيطه، ونص كوبايه حليب وسكر او ملح حسب الذوق وبس. المكونين دول هنعمل منهم بديل الكريمه، وهنستعملها في الحلو وفي الحادق. وعلى مسؤوليتي اعمليها وجربيها، وهتنفع معاكي. تعملي منها التومية كمان هتعجبك جدا، هتعملي منها حاجات كتير هتقدري في المطبخ تولفيها بمزاجك يعني. وده بديل للكريمة التقيلة، الكريمة اللباني اللي احنا بنجيبها من السوق. كانت معاكي قناة منى وسمسمة، عملنا مع بعض بديل الكريمة هنستعملها في الحلو وفي الحادق. ان شاء الله هتعجبك بمكونات موجودة عندك في البيت. وان عجبك الفيديو اشترك وفعل الجرس ولايك عشان يوصلك جديد منى وسمسمة، ونضم لعيلتنا الصغيرة عشان نكبر بيك، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.